تعيش معي في طبيعي. جوزو جوزو ما تحشموش جوزو. اه يزيد فضلك يا وليدي الله يبقى عليك ستر. ادخلي ادخلي يا بنيتي ادخلي. غير بالعقل. اه ادخلي الله يسترك يا وليدي يبقى عليك ستر. مريم ما تحشميش الحاجة مبروكة كيف في دارك. يا والحاجة مباركة مش الحاجة مبروكة يا وليدي. بس معليش معليش يا وليدي الله يسترك الله يبقى عليك ستر الله يحفظك لوليداتك تسترتنا. وربي يسترك الله. امين يا رب العالمين. يا صبري يا بنيتي. الله غير يزيد. هي بالصوت بريم. توني السبيطار. واحنا وين كنا؟ وين كنا؟ احنا كنا في سوق الفلاح. اي اي يا بنتي صبري بارك الله عند الناس. نوضي يا بنيتي رانا عند الناس. هيا قعدي غير هنا. كورجي كورجي بنيتي هكذاك هكذاك كورجي معليش يا بنيتي. دوك تسلك بنيتي اقعدي كيف هذا ما كان والو. تشوف الطفله حالتها حاله تقول لي الجمعي ما كان والو. واش حالتها حاله وتشاره ومنور واش عم بالك؟ وجهها منور الله ربي يهديك. مريم 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 قول لي يا الجمعي. انت خويا اللي جبتنا هنا ورانا. وكيفاش نخليكم مرميين في الزنقه ولا ما شتيش في السبيطار واش قالوا لي بلي الحاله راهي كومبلي؟ لا لا يعطيك الصحه وليدي. سلمك بالصحه والجمعي وليدي. انت درت مزيه بصح كون كملتها لي الجمعي وليدي كنت تعرفهم ووجهك معروف عندهم في السبيطار يعرفوك يعني. كون قلت لهم وليدي يعطيونا شامبرات بيت فيها الليله دوك حنا بيتهم متعذبين معها هكذا ولا يا ودي ما كاش بلاصه يا مباركه ما كاش بلاصه ما شتيش كفاره قاعدين كي ساردين في الكوروار. ربي يهديك. امين ربي يهديك. انت اللي حنا في الدوار راني راقدين في سرير ناموسيه. يا خويا حنا نرقدوا مساطرين هذا عند هذا موالفين الجمعي وليدي. انا خليت لهم التليفون دوكا غير تكون كاينه بلاصه راه ما يعيطونا. هذا هو الرهم هذا. ساره العقل العقل يا الجمعي وليدي انت شوف فيها شوف حالك يا ودي راهي مليحه مليحه وشدي مليحه والله ربي يهديك. السلام عليكم. صحيح الجمعي شكون هادو ومنين جبتهم؟ مباركه مباركه منين جبتهم هادو تعرفهم؟ انا رحت كورسه رديت كورسه. ايه من بعد ايه كي كنت مولي سطهم في الطريق رفدتهم. هاي بنتها بالكرش ديتها للسبيطار هذا مكان. شو ما عندهم سبيطار في الدوار؟ لا لا بنيتي عندنا سبيطار في الفيلات. وشي هو كي تعرفي نروحوا ليه نمشي وهي مريضه وروحنا تخيبي ما رحناش ولا لقيناها بنيتي قافل واحد الاساس قدنا هكا قاعد يدور ولينا كي تعرفي وخلي البير بغطاها ما عندي ما نكمل لك. علاش تعيي فيها ولا كي تعرفي السبيطار السبيطار هنا في الجزائر واش قالوا لك؟ ودي لهنا غاشي كبير واش بيك انت؟ الناس راكبين في الفيلي كل واحد كيفاش نخليهم ثماك يتمرمدوا؟ جبتهم للدار بلاصه ورقة لقاتك هذا؟ لا لا معليش ما صرا والو. هذه بنيتك الحاجة. بنيتي خويتي بنيتي. واسمها في الطومة. ربي إن شاء الله يعطي لها وقفة سهلة إن شاء الله يا رب. إن شاء الله من فوقك ربي ويعطيك ما تتمني ويبقى عليكم مستمر. أنتم استرتونا وربي يستركم يا بنيتي. آمين آمين آمين. مريم اديهم اديهم الشبرة تاع خوخة فيها نتا. هيا تفضلوا معايا نديكم تريحوا. مباركة روحي معاها روحي. وين تدينا خويتي؟ نديكم شومبرتي. آه هي صح. بالعقيلة برك عليها بنيتي الله يسترك راهي نهار كامل ويا برا بنيتي. ديتهم ديتهم الشمرة تاعي دوكا. هيا دوكا انا وين نرقد؟ وين نرقد؟ والكرة طويلة إلى الأمام والأمور مقفلة على التفاول. هو مسوي قفل وفريق بالميراس مقفلها على فريق تفاولو. هذا دينيلسون أحد المباريات شاركوا في الشوط الثاني. واش؟ هذا هو الرقدت. مش تعرفي شحال غاضتني يا مريم. صح وقيله تزيد غدوه. اي بيان سور تزيد غدوه. انا الطبيبه قالت لي في السبيطار. وانت حبيتها تزيد غير غدوه. الطب تاعو انا يعرفوا على بالك ماهمش غير يتمسخروا. بصح هذاك السبيطار اللي يشوفك. هات الغاشي يا مريم. بابا دود. الله يجعل الخير. ان شاء الله. وحده ولدت حطوها فوق كارطون بيها بالبيبي تاعها راكده مول الباب. وحده النظره. نورمال. نسيت انا واش صرا فيا ابو وسام. راني شايف يصدق زرقاء هذاك النهار. طيور قريب غلطت في لي بيبي خاطش لي بيبي حاطينهم مخلطين قريب بديت واحد تاع الناس. الدنيا تغلي هكا. يا لطيف. مساء الخير عليكم. مساء الخير ساره. واش بك هيك تبان عيانه؟ انا عيانه با. كاع رانا عيانين. هذا هو كنا نحكيو عليكم. شكون حنا؟ تاع السبيطار شكون؟ علاش واش صرا؟ باباك اليوم راح للسبيطار. كي رجع ماهوش عاجبو الحال. علاش بابا طلع لك السكر؟ كريب. جبت واحد المرأة من الدوار وديتها باش تولد في السبيطار يا بنتي هذا ما كان. أوه كيما لقى واش يدير بيها؟ واش يدير باباك؟ جابها للدار. سارة السبيطار ما كانش كيف ندخلوا للمرأة هذه. على بالك ماما السمانة اللي فاتت قرينا على كوشمون أدوميسيل. فرحانة. لما ولا ديري لابراتيك في داري غير ما كان له.
على خاطر المراه حتى الغدوة باش تولد. ايما جمعي بركة راهي تولد. فطومة فطومة شميتها. يا ربي يستر يا ربي يا ربي يستر. ما تخافيش ماما انا هنا فاتبانيك. يا ماما استني على بالك واش لازم نديرو كي يكون عندنا اكشن. كيفاش لازم نديرو؟ ساره ما تحبلينيش. ساره قريتي زوج كلمات في الجامعه راح تخرجيني من عقلي. خلاص يا ماما كاين بزاف الريسك. واش بيك هكا؟ انا ندبر راسي ساره خليني ترونكيل. انا ندبر راسي. كيفاش دبري راسك؟ انت طبيبه ما تعرفي والو. ساره انا اللي ولدتك ولادي. سمحي لي يما نروح نسخن الماء. هاي روحوا ماني. جرانا غدوة. خلاص ما تقلقش روحك. فهميني واش وصاري؟ كاين والو فوصاليرت بصح خوخة راهي تعاني. نديرونا في الخلايا. انا كنت على بالي بلي فوصاليرت. راني عارف بس كنت بيضا قالت لي في السبيطار ويماك تصفر والاخرى لبست البلوزون ودايرين حياة الفوق تقول عمركم ما ولدتوا. واش ولاد درتوا عليها من دبا يا اخي؟ ذوك راهي لا تكنولوجي اباك بلي ذوك الطفل في كرشي ماه راهم يشوفوه بالفوتوغرافي. لبارك جمعي اسمها ليكوغرافي ماشي فوتوغرافي. ما هي تخلص بالفي هي ليسونسيال ليدي. حاجه مباركه عطاتني ليستا تاع حوايج باش تروح تقضي لازم. المهم واش نقضي فان؟ واش نقضي يا محمد واش نقضي؟ سبع باكيات تيزانة والحليب. تيزانة داخلة فين في الولادة؟ لازم. والحليب، الحليب غير جيبه. دوك نجيب لها بقرة. مازال كاين سميد. وعندك ثاني يا ربي ايه اللحم كبدة وراس بوزلوف. بوزلوف. إلى الكيف. بوزلوف اللحم. تري بيان. هذيك هي دوك نكري 403 نجيب لها السلعة. زين واش كاين فيها؟ غير الخير. هذا مكان طريبيا هذا مكان ما فيهاش مصاريف بزاف. مش اي مرفها المراه مباركه يا خطتك دراهم. كيفاش تجمع المراه في حاله مع بنتها وانا نقول لها اعطيني دراهم ما تجيش واش بك؟ اي تسمى انا نصرف. نسيت كاع والله نسيت يا مريم شو خطرت بنادم حتى تلف له. نورمال لازم لي انا نصرف على باركه في داري. مساء الخير بنتي. مساء النور. ربي ينورها عليك ان شاء الله. راني نحوس على عيالي جابوها تزيد هنا. ايه ماشي اسمها فطومه. فطوم ايه. مرحبا بك مرحبا بك. سلكت والله مازال. ان شاء الله قريب. اقعد اقعد عمي. عمك السبتي. الله يبارك. يا ربي ان شاء الله ينوب علينا ربي بطفل يا ربي. يا ربي. يا ربي ورزقنا بطفل يا ربي. ان شاء الله يا ربي ما يكون غير الخير. ايه الحاله راهي لهنا هايله يا. وعندكم غاشي كبير اللي هنا يجيبوهم يزيدوه بين يلقاو لي استاع ونظافه خير من هذاك السبيطار تاع البيلك. ربي معاكم. يسلمك تعيش. الله يبارك الله يبارك. الضوا من كل جهه والحاله كيفاه. الله الله واش دكتور بوك مصباح نستناو باش نطول تبعك الغاشي. كاش اوردونونس كاش مالادي خصك غير المالادي باش تزيد تكملها رقاد. أخسر عليك حنا نحبوكم ونعزوكم و... عيب عليك ما راكش لهنا في داركم فهمت ولا؟ هذه بلاصه تاع ولاده ما راكش في الزنقه فهمت؟ خدمي ربي يعاونك ربي يهدينا ويهديهم يعيش بصحه. يا اخي جيل تاع هذا الوقت يا اخي لا خدمه لا قدمه الرقاد وبيع البلاد. هذا السور هذا السور جاب مول لهنا تولد وقاعد يديرنا في المشاكل ومازالوا كاينين ولاد الفاميله. يا والله ونضربك نقص منك على 14. قعد قعد عمو ما تقلقش روحك قعد وراك. شكون هاد العفسه هذا؟ واش جامي في حياتي انا حياتي كاع وانا نفهم جامي فهم شكون هذا؟ شكون؟ مريضه وانا قريب حصلت فيه انا والله غير نحسب فيه صحيح اللي تكون تخصو غير الكينه. السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا نسقسيك. نعم. مور تجي هنا؟ نورمالمون انا نسكن هنا الا ما حاوزونيش. وانا حبيت نسقسيك. نعم. شكون انت؟ انا السبتي. السبتي؟ نعم. مي خيار الناس. الله يسلمك.
قول لي شحال يحسبوا الراس هنا؟ شحال يحسبوا واش؟ واحد يجيب عائلته وتولدين لهنا شحال تسقام له؟ إلا ما يخلصش تسقام ماشي غالي. هاد الدراهم ماشي مشكل. قبل ما نجي هنا بعت 5 بقره. الله يبارك. يبارك فيك. كملتهم كاع البقر. يا والله ما خليت راس. والمعيز ولا؟ يا والله ما خليت راس، أنا قلت لك قضيت عليهم نهائي. ماذا قلت لي واسمك؟ سبتي. سبتي، خيار الناس. عيش. توقي على بابات فطومة. لا لا راجلها. الله يبارك. يبارك الناس. فيك. خيار الناس، الله يبارك، الله يبارك. أنا واسمني الجبعي، أنا قبلك بنهار. فطومة سلكت، جابت طفلك الغزال. الحمد لله يا ربي اللي جابت لي طفل يا ربي. الحمد لله مازال جابت لي طفل أخرى. الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. ولدت. خلاص سلكت. بالسيف. تخلطوا كاع على حساب هذوك على بالك. ايوه. اسمع. هذا شكون؟ أنت في مزك شكون هذا؟ لون على بالي أنت اللي كنت تحكي معاه. فما بسيكولوج. أنطوني كويني كذا ولا لعب عمر المختار. زد عليا يا زيد. سبتي. هذا راجل فطوم. هذه مرتي سبتي. الله يبارك. بارك فيك. بروك عليك على كل حال. يبارك فيك العقوبة لكم إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله. بغيت برك نسقسيك يا سبتي خويا. تفضل. يعني لو كان ربي رزقك بطفلة كيفاش يكون الحال يعني؟ خليها هنا. أنا حلفت في فطوم وقلت لها تجيبي لي طفل جابت لي طفل. الحمد لله اللي حلفت. وكيفاش راح تسميه؟ زعتر. نويت نسميه زعتر على جدو الله يرحمه. الله يرحمه. مامتي زنان اسم شباب عرعر. روح روح شوف وليدك راه. الله يبارك. قول لي شحال نمرة تاع الشمرة؟ نمرة الجمعة. طلعت الماكلة لويسع. ادت لها سارة. هي مليحة شوية. شوية. على بالكم شحال كنت خايفة. وكان كش مسارها هي بابا تخلصها غالية. أنا ذي العيبة هذوما اللي رفدتهم وراهم هنا في الدار وأنا غير المخرج. أني غير نخلص أني غير نخلص الله يجعل الخير. مش هكا وراني رايحة هكذا. هيات مسكينة ولا هيات. راهي غير تضرب في الكبدة ومش قادرة حتى توقف على رجليها. فهمتها. هي ضرب في الكبدة وحنا نضربوا في مقارون. رزقي تسكت. رزقي. الكبدة كي راهي في الدار لأسباب صحية. راهي ترومبلاسي في الدواء. ماما أنا مريض. كل مقارون. ليك راجل هذاك راه داير كسبع. ها؟ ولا لا؟ على ماشي هو يرفد مرته ويماها ترفد بنته ونوصلهم لاجونس يروحوا لديرهم وهذا مكان. حابيني دوك يسكنوا لي هنايا أنايا ولا واش؟ امبوسيبل بابا على بالك مسكينة مازالها أيانا مازال ما ريكوبيراتش. يسمى أنت دوك صبرت صبرت راح على آخر أسبوع راح تقطع صباعك. خلاص ما فيها والو، واش راح يقولوا لنا صحاب الدوار؟ يقولوا هادو صحاب المدينة ما فيهمش الخير. مازالها يامات وتروح تروح مانيش عارف. والله غير تهضر يعني تقابل إيه. وين رقدنا أنا؟ في الصالة. رقد في الصالة مريم. صح. ها خلاص هذه، هاي ولدت ولا لا؟ جابت زعتر فيها 100 بركة، ولا حبوا يقعدوا ثاني يزيدوا يجوا قال يجيبوا عن برا هنا في الدار ولا؟ ولدت يا خويا ترفد وليدها وراجلها ووصلهم أنا لاجونس يروحوا لديارهم أنا روحهم، حبوا يسكنوا لي هنا ولا؟ ولا ذوك نفرتك روحي فرشيطة في عيني. أوه بابا على بالك مازال كاين الريسك، لازم تقعد شوية سو كونترول. الشكر. خلاص الجمعي ما تقلقش روحك. هادو صحاب الدوار صحاح. درك من على يومين ثلاثة في الطومة تروح تجري هاك للاجونس. تجري. مرافا. تما دوك احنا نقعدوا ناكلوا في المسوس. سامي. مسوس صح. سامي روح عند خالتك مباركة الفوق قولها قالت لك ماما سلفينا شوية ملح. سامي اقعد وراك رايح سامي. جيب الملح. ادات كاع شكارة. تبع في هذه روح جيب الملح من عند مباركة. طلع ليها هكذا. ملح ملح ملح. ما تمسخريناش مريم. روحي بنتي روحي بنتي جيبي انتي شويه ملح روحي شويه ملح. الله يطول عمرك بنتي. سلمى طاق. فاطمة اعطي راجلك يذوق بنيتي اعطي له. يا وكولا سبتي كولا وليدي. اني ناكل اني ناكل. لا بصحتك يا وليدي راك انت اللي مريض. الله يعيش. قول لي فطوم يوم ما جابلكش التلفزيون الشومبرا تاعك بصح من بعد نقول لهم يطلعوا لك واحد
وما تقول لهم والو السبت، يعني هدرت معاهم انا قبيل وقالوا لي مساكن عندنا واحد فريد وراها لتحت. قال لك من بعد نطلعوها لها. ليه هذا تزيد تعاود لهم حتى ثاني؟ سبتي رانا في دار عائله سموها عائله الجمعي. واش دخلك انت في عائله الجمعي هذه طول؟ جمعي هذا يكثر خيره. ايه مال هذاك هو اللي تلاقيتو لتحت طويل هذاك؟ هذاك هو بدات سبتي. هذاك مسكين راه شوفير طاكسي وخدام على روحه. مسكين جاي زلقانا نطايشو وهزنا دينا للسبيطار، لقينا ذاك السبيطار تعرف معمر مسكين ولا جابنا لدارو ويكثر خيره. كي تتلاقى به قولو يكثر خيرك. هذاك من بعد كن ترتاحي سهل الحال. مس الخير عليكم. مس الخير. اش راكي بنتي؟ مس الخير بنيتي. خالتي مباركه قالت لك ماما مديلي شويه ملح. يا وحنا ما نقولولوش الملح بنيتي، احنا في الدوار نقولولو الربح. الربح الربح نعمي. وقوليها لامك هذه، قولها هذا الربح راه حاجه مليحه وما لازمش يخطي الدار. قوليها لا ما تنسيش. هاك مليحه شويه في الطومه. راني بخير. هاي بخير بنتي الحمد لله يا ربي. وانت امو عجبك الحال؟ يعطيكم الصحه راكم متهلين. واش يوال الكبده برك ناقصه شويه في الطوم تحبها لازم تكثروا لها. ولا ما درتش الجال؟ ما نديرش هكدا شباب. كيفاش شباب هذا قاعد مخربش واش بك؟ كاين بزاف كيما انا يديروا هكدايا لا موضه. في ليك ولا هكدا دراري؟ هكدا. صباحكم بالخير. صباح الخير. ولابس بيجاما كيما تاعك؟ لا لا وليدي البيجاما تاعي هذاك شوف المونش. شوف. شوف. كتبو تاعي. هذا واش مو سبتي. بنادم سوبر قرع. روح للطاكسي تهلا في وسامة دوك نجي. ديبلاسيها؟ ديبلاسيها ما والو خليها كيما راهي هيا قفز. رقدت مليح؟ الحمد لله. الحمد لله. والمطرح مليح؟ هايل. هايل. ومخدة؟ طحت رحت. والله؟ والله. كاوة؟ كاوة والله كاوة. ايه باسكو انا رقدت نحسب في النجوم. وي كلها وسعد والسبتي. ايه وسعد. كاش وين مسهل ولا؟ انا رايح ندي الدراري اللي يكول. من بعد انا نروح ان شاء الله نشري بيجاما. مزيه كي يكبر الطفيل زعتر نجيبو يقرا هنا ان شاء الله مع الاولاد. رانا فاميلا دوك. ها جينا ملح واحد. ايوا شكون يقول سيرتو البارح دير في سبور. هي لازم مليح الكبده تطلع الفيتامينات باسكو حنا البارح تفدقنا بالمقارون بالصوص. الدار ما تخممش راني هنا كانك انت لهنا. ياه بارك الله فيك. روح ما نعطلكش. قول لي حبيت نسقسيك. وقيلا قصة الكبدة. لا لا. لا ميري وين جات باش نمركي زعتر؟ يا زعتر لو كان تغرسو في محبس خير. لا ميري. لا ميري مقابلة الدار غير هنا. روح ماركي زعتر فهمت باش تولي تخرج منا الريزيدونس و هكذا. انا خممت قلت كي نحتاجها نعيط لك تجيبها لي. خميمه لا كلاس سبتي. اسمع كاش ما يخصك في الدار رفد. بلا ما توصي بلا ما توصي بلا ما توصي فهمت بلا ما توصي لي. والوقت اللي حبيت تولي ولي. بالك 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 الا باش ما نديرونجيكش راني نولي الحشيه انا ودراري. بات هنا ان شاء الله. قلقش روحك خلاص. الله يسلمك. عيش على خير سبتي حشيه ان شاء الله. عيش ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. الو سي ربح واش راك لاباس ولا واش راه عمي الجيل هالي طفل هيه ولا غير طفل زعتر سميتو على جدو الله يرحمه مسكين. ربح حبيت نقول لك حاجه راح ندير عرس ثلاث ايام وثلاث ليالي والله الرقاد لا يتسع ينذبح عجل تجوني العاصمه. اي سهله سهله سهله. انا نوصيك برك كاينه حاجه نوصيك عليها. شوف قول للربيع وكل وتاع الدوار كل عرضهم يجوني. هيه قول لهم وكل يا ماشي هكذاك يسنا نفهموا لازم الناس كل تعرف باللي سبتي ولد عواوش زاد عنده ولد هذه هي. ها سقسي برك سقسي سقسي دار الجمعي تجيبوه.
هاسنا دوك نعطيك كيفاش. كي تهبط لاكار اقصد صحاب الطاكسيات، سقسي يجيبوك حتى للدار الجمعي. ايه ياو تفكرني تفكرني، السبتي السبت نقص نهار الجمعي. اخلاص تفهمنا ها خلاص. بصح رد بالك لكم ما تجيوش انا ما بقاش معاكم طول. اه نعاديكم، هاني نقول لك انا نهدرها لك فراس ما. اهلا اهلا سي عيسى واش راك لاباس؟ والله تفضل. هذا وين جيت من السفر؟ تفضل تفضل واش راك؟ تفضل تفضل سبتي واش راك؟ لاباس؟ لاباس خير لاباس عيش طلعك لاباس؟ لاباس الحمد لله الحمد لله. انت لاباس؟ لاباس عيش عيشك. كيف الحالة؟ لاباس الحمد لله. انا في رحمة ربي الحمد لله. سلمك عفت فورمي كنت عارض امال هم لا تحسب ما قاسناش الحضارة. لا لا حاشا. او عندي مام البورطاب يا ها يمشي ويهدر ها الاخر. وعلى ما عيطش به خاصولك لي زونيتي. انا عمري ما خصولي الهضرة من التليفون، وانما نحب نهضر بالفيكس. الفيكس الفيكس خير يا ربي. يا على كل حال مبروك عليك على كل حال. يبارك فيك. بصح باش تبقى تكثر هكذا في العرضات وكلش جاب لي ربي تبذير وبزاف خساره الدراهم، على ماشي نديروا شويه طمينه وفيها مئة بركه. لكون زاد عندي طفله او زاد عندي ذكر العادات والتقاليد ما نسمحش فيهم. كما تعرف خوك السبتي ما نسمحش والله يعود في الماريكان. تسمى دوك هذو تديهم كاع الماريكان تدير لهم فيزا؟ لا لا يعني ما نسمحش في العادات والتقاليد تاعي. إيه هذه هي يعني دايخ. ايه قول لي كون تقول لعيالك طيب لهم شويه تاع لاتاي جاو عيانين شويه من السفر معليش؟ معليش صح هاني لهيه معاه روح صح. السلام عليكم. وعليكم السلام. عباس لاباس. اخو جماعه يا من جماعه صدب مخاف نروح وحدي. تو انت وليت تخاف وحدك تروح وحدك؟ خلاص يا اخو هاي الجماعه. من بعد الجماعه شش تسارة دوك تنودي اختك. ما تجينيش نعس هنا ماما بري الصباح نوض بكري نقرا علاش هكا؟ يا خلاص بنتي روحي عند الحاجة أم باركة رقدي معاها، هما على بالك تاع البلاد ينوضوا بكري تنوضك على 5 على الفجر. لا لا خلاص هاني مليح راني بيان. الله ما سناكش. سامي بابا صوت مأزة. ها؟ مأزة ما تخافش تاع سبتي جابها مربيها وليدي مربيها. روح جاي زابرك تخاف من معين ست وراك رايح. اه صدوبة اي روح من هيك روح روح على الصالون روح على الصالون وليدي روح روح اني عيان وليدي روح. جمعي ها شك تدير هنا؟ راني راني تلفع راني راقد قاعد راني تخلطت لي قاع ما كاينش بلاصة معاكم. على ما رقدتش في السطح كي البارحة؟ لا برد برد انا رقيق انا بي فيه ندي يلحقني للعظم واش عن بالك. ياك البارح رقدت في السطح ولا المخ تاعي تقول كاين لاكار دي زيطوار الاخر زادو رقدوا لي في الطوموبيل. يزون فايسور دخلوا للدار يا صاحبي بنادم ما صافش كاع وين يحط راسه حتى التاكسي. يا ربي لطيف ما كاينش بلاصه معاكم. ما كاينش الجمعي راناك تشوف فينا كيفاش انا ودراري. الله غالب الجمعي دبر راسك شوف تعال تجيب فيهم درك. خلاص دوك ندبر راسي. ما تخافيش مريم ما تكسريش راسك دوك نركض. كون ما جبتهم شكرا ما راناش حاصلين. راح نركض راح نركض. معلوم عمك سبتي عرض لي الدوار كامل وحتى عم يكفيهم
اي صح فكرتيني، انا نطلع للنساء ونقول لهم الماكله راهي وجدت باش يجي هما ياكلوا الاولين. اي روحي انهم شربت وانت تحلاي بنتي، كثري اللحم وسطني مباركه كثري. وشنو كي حاب تخليني وحدي معاهم؟ صغرى ما تزيدش عليا فيا يكفيني مدي لهم. خروف حاوز عليا يا بنيتي. صحيتي يوم ايش نسمع فيك الحسوسات هذه؟ قولي للنساء اللي يجيو ياكلوا خلاص واجد واجده. معليش اخواتي راكم قولوا واش فيها؟ احنا في عوايدنا ياكلوا الرجال قبل. لا عندها الحق ولا تاني ولا فكرتين، احنا في عادتنا وهي السهم الكبيره ياكلوها الرجال الصح، واحد كسح ندوروا عليها كيما حبيتوا. مريم شوفي شوفي زعتر او شوف معاه رفدي. لا لا خليه صح معليش خليها هكا مليح. لا مريم خويتي ودي شتال مباركة بركة وراسك إن شاء الله يكبر وولي قدك إن شاء الله. أمري معيشك على البركة هزة ربي عيش فولكم. اطفلا مش نعمو جبنا شوية البنجيب لم نقول مرتك فطومة ديت تبقى قدام صح حاجة قولي يا سبتي خويا ما قلت ليش الطفل كيف سميته على بركة الله سميته زعتر اي على جد الله يرحمه الله يرحمه ربي يحفظه ربي يحفظه كونوا كونوا هذا فرح ولا خلي الناس ربحه الله يقنعكم يرحم والديك نقدم لك الحاج لزهر واش راك الحاج مزهر لزهر 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 كون لزهر كون هاني نكوي جمع جمع انا ذوك كنت مجمع مع جماعه يعني فيها بركه وتبقى واقف في الشمعة ريح اسيد ياه يريح ايه بارك الله فيك على العرضه يا سبتي ريح اخويا ريح الدار دارك سبحان الله العظيم يا ربي تبارك الله فيكم على العرضه الله يسلمك والله يا الجمع اخويا كون مش انت يا سبتي ما يجيب لنا زعتر ونفرحوا به. اي بصح هو اللي حلف لمرته. كل ما حلفش بالك كانت تجي طفله. نقول لك حاجه والله يا وليدنا زعتر غير عنده الزهر. زاد عند عمود زير سبحان الله العظيم. اي بصح يا الزهر. الطفل المهم وين يكبر؟ انا ماذا بيا يكبر وين زاد؟ ويقرا وين زاد؟ ويتزوج ان شاء الله وين زاد؟ نقول لك حاجه لازمنا نروحوا للبلاد باش نوجدوا اسبوع باش نجيبوا كاع العروش يجوا. قاعد دواوير يلحقوا هنا على لازم على لازم علاش هذا الشيء اللي راكم دايرينه خموس ولا واش هذا فين هذا فين الصحراء جاي راه لحق يا اسبوع اسبوعي سبع ايام وسبع ليالي لازم الرقد ما كانش بلاط ما كانش الرقد ثم تعرضوا كاع الدواوير هذو ايه العرض راهي مفتوحه للجميع حتى ليك انت يا الجمعي انا تسمى تاكسيور انا عارف اللي حكى لك سبتي وراني خدام مع العائله ما نعرف الا نقدر نجي نقول لك حاجه الجمعي والله ما تحضرش يعني في الاسبوع نتاعنا ما راك وليدنا ما انا فهميتك خلاص دوك نشوفوا دي قضيه الاسبوع كيفاش قاعد نقصروا عليها انتك مش توالو طايح اكثر من نايض نذبحوا عجمي يتسمى راكم معولين نديروا لنا باطوار في الدار صبتي عجمي واحد ما يكفيش الدار ثاني ما تكفيش يوم مش نديروها لنا سيدي ونديروها في الدوار كان لي ساعه سيدي ياه في الدوار في الدوار اسمعوا يا جماعه انا نقول لكم انا لازمني نروح للدوار اللي هي باش نعرض كاع العروش ونبعث المراسيل للدواوير الاخرين يعرضوهم يشوف صح هذه راهي بشاره زينه يا سيدي لازم لازم بشاره زينه تاع الصح وصح انت واش قلقك يا الزهر هاك شيخنا اسيدي موان شرب معنا اتاي ومن بعد روح يا ودي نازل نروح للدوار تعرفوا عليه يا راه ما كاش اللي بات فيه راه وحده الدوار صح وانتم ثاني ما تنساوش باش تلحقوني بالخف ها هو عايمة بالحيمة يا سيد السبت تعرف باللي راني نسيت باش نقول لك مبروك عليك يبارك فيك
قول قول. ايه قول. وقتاش ان شاء الله تسهلوا؟ يا سيدي كنا عايشين كوشمار. شو ذيك الراحة؟ سبحان الله العظيم شو ذيك الراحة؟ هي تاخذ رايك. عندي فكرة روعة. في كل دار يديروا لينات تاع ولادة. شو اللي كان تعاون خير منك تهضر الهضرة هذه؟ شفت الجمعي جينا نديروا الخير خلصناها بالثاني والمثني. يا ولدي في الحقيقة راهي لافوت تاعي يا مريم. تعرفي علاش؟ لو كان اديتهم لاكار فهمت؟ والمرأة ولدت في لاكار وداروا الحفلة تاعهم في لاكار ومن بعد يحكموا ترى ويروحوا لديارهم. هذيك وخممت لها. على بالكم حيرتني في الطومة. زيدت من نتخدم في شغل هكا هكا هكا. راهي برك صحيحة هي. كيما قالك باباك الناس تاع الدوار هذو صحاح ماشي كيما احنا، شوية هو يرقدنا سمانة في الفراش. صح. نعرف هاد الموسيقى. مريم. هذو ماشي تاع بابا سي ماهم جايين هاد الحومة. جمعي. ما تحلش الباب. كاش اللي يحل الباب؟ لا 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 حلوا الباب. حلش. شفتي رزقي؟ واش شفت؟ واش شفت؟ شفتو. ما شفتش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راك الجمعي لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. قررنا خلاص أنا والربيع. والله. والله. وين زاد زعتر؟ نديروا أسبوع لهنا. ياه. سبع أيام وسبع ليالي. صح السبت. جمعي. لا لا. معليش مريم مريم نوضي يكبر ما بغض علي نسرع مريم نوضي سبت. مبروك عليك هكذا درت لي في الطوم قبل ما تجيب لي زعتر.